استخدام او عمليه الليزك في الاطفال. خلينا نقول الاطفال يعني طبيا عندنا لحد سن 16 او 18 سنه. اول ما طلع تكنيك الليزر استخدام الليزر لتصحيح الابصار كان لازم المريض يكون وصل 18 سنه او عداها. طب ليه؟ عشان يحصل استقرار. تمام. ولكن هو الاستقرار ملوش علاقه قوي بالسن، هو ليه علاقه بثبات النظر. يعني ايه ثبات النظر؟ يعني اعمل نظاره السنه اللي فاتت واعمل نظاره السنه دي الاقي في تغير، هو مفيش تغير او فرق ربع درجه او حاجه زي كده. ليه؟ هعمل عمليه وبعدين لسه النظر بيضعف، يعني مش هقدر اعمل له عمليه كل شويه، فلازم النظر يبقى مستقر. طبعا حضرتك من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنعمل حاجه بنسميها كاونسلنج، يعني غير ان احنا بنشوف العين فحص دقيق جدا، بنعمل كل قياسات العين نشوف العين دي تستحمل انها تتعرض للليزر وعلى المدى البعيد تبقى امنه، وبعد كده بناخد القرار اللي هو ايه، قرار اجراء العمليه باي من التكنيكس اللي احنا قلناها. فعشان كده اهم من العمليه هي الفحوصات اللي ما قبل العمليه. طبعا بناخد في اعتبارنا السن والعيان بيستخدم عينيه ازاي، هل معاه امراض اخرى في سواء في العين في داخل العين او في الجسم تؤثر في امراض مزمنه، يعني امراض زي السكر مثلا او زي الالتهابات. الضغط لا، الضغط ما بيأثرش قوي على عمليه الليزك يعني. عمليه الليزك احنا بنتكلم على الليزك ده. في بعض الادويه كمان تؤثر تمنعنا ان احنا زي الادويه اللي بياخدوها مضادات الاكتئاب والحاجات دي. في ساعات بيبقى العيان عنده بيلبس مثلا كتير جدا من العينين، بيروحوا انهم يعملوا عمليات الليزك بيبقوا بيستخدموا عدسات لاصقه لمده طويله تصل يمكن 20 سنه، فده بيؤثر على سطح العين، فلازم نعالج سطح العين ويمتنع الشخص ده عن ارتداء العدسات لمده شهر على الاقل عشان يبقى سطح العين مهيئ ان هو يتعمل له العمليه ويبقى القياسات كمان دقيقه. يعني لبس اللانسز يا دكتور فيه مشاكل وبتسبب مشاكل على المدى الطويل. يا فندم طبعا هو زي اي حاجه، يعني لازم الواحد يعرف يستخدمها مظبوط وما يبقاش في حاجه احنا بنسميها ابيوز، يعني كثره استخدام الحاجه حتى وهي ضاره العين او ضاره النسيج اللي هي الحاجه اللي احنا بنستخدمه عليه. وبالتالي طبعا العدسات اللاصقه زي ما هي مفيده، ولكن هي مفيده ونافعه اذا كانت بتستخدم بالطريقه المظبوطه وبالنوع المظبوط، لان في احنا حاجه بنسميها ابيوز الاول، الناس اللي بتقعد لابسه العدسات طول النهار او بتنام بالعدسات بتنام بيها. لا ما ده غلط يا فندم، ممكن يحصل عدوى. حاجات بتبقى صعب جدا. بيحصل عدوى. ده في ناس يا دكتور بتبقى مش فاكره انها لبست العدسه وقلعتها، فللاسف بتبقى العدسه اساسا دخلت في خلف العين، يعني دخل. لا ده خلف العين دي صعب شويه. لكن هو بتخش جوه العين، يعني بيقول لك هي ممكن تتحرك على سطح العين وتبقى مختفيه شويه تحت الجفن، بس يعني بنجيبها، لكن هي مش هتخش جوه العين، ده نمره واحد. مش هتخش العين على الاقل. لا بنقدر نشوفها، بنحط بعض الصبغات فتبين العدسه نقدر نطلعها. فهو النقطه الحقيقه ان هو زي اي حاجه لازم ان احنا نعرف نستخدمها ازاي ونستخدمها بطريقه امنه وبطريقه صحيه. يعني زي واحد هيسوق عربيه، لو هو ما بيعرفش يسوق هيعمل حادثه اكيد. واحنا ايه، مش عايزين حوادث سواء لا في العدسات ولا في العمليات.